بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أول حاجة عندي في مهرجان اللحوم عندي ريش بتلو بالصويا صوص، هنشوف ريش بتلو في الصويا صوص بالصويا صوص في الحلقة شكلها وهنشويها إزاي. تاني حاجة أنا اخترت البتلو لأن البتلو سهل الهضم وسريع الطهي ويعني حلو كده في أكله ما شاء الله. عندي كمان فتة لبناني بالزبادي عملناها باللحم البتلو، هنعملها باللحم البتلو عشان اللحم البتلو زي ما اتفقت معاكم انه حلو وسلس في الاكل. وفي عندي كفتة شيش، هنشوف الكفتة شيش شكلها ايه، هنقدمها ازاي مع رز ومع خضار ومع الحاجات دي كلها. عندي شوربة قيمة برضو باللحمة، هتاخد كويرات لحمة شوربة القيمة بالرز واللحمة والكزبرة والحاجات دي كلها. عندي كبدة ضاني مشوية، كبدة ضاني اخترت قطعة كبدة ضاني حطيناها في فريزر وحطيتها امامكم اهي، ادي الكبدة الضاني، ادي اللحمة بتاعة الفتة، فتة بالزبادي، ادي الكفتة الشيش، ادي ريش البتلو، ادي لحمة الكفتة اللي هنعملها مع بعضينا، ادي طبعا ده اللي هو شوربة القيمة اللي هنشتغل فيها يعني في وسط الحلقة. يبقى مع بعضينا هي دي انواع اللحوم اللي معايا. اللي اول حاجة اعملها انا عندي هنا شوربة اهي عشان طبعا اكتب وقت، هاخد انا اللحمة دي واحطها هنا في قلب عشان تستلي، عشان دي اللي هي تخش مع الفتة اللبناني، الفتة بصوص الزبادي. احنا متعودين الفتة بصوص الطماطم، لا النهاردة احنا نعملها بصوص الزبادي اهو. وادي قطعة اللحمة الفلتة اهي، وياخد معاهم قطعة بصل كده اهو، اقطعها كده اهو بالشكل ده، ادي قطعة بصل كده اهو، وادي كمان قطعة جزر برضو بالشكل ده، ولو حبينا نحط عود كرفس اي حاجة. المهم ايه، انا حطيت اللحمة دلوقتي عشان طبعا اهي هوريها لكم تاني اهي بالشكل ده اهي، ادي اللحمة ايه حطيتها، اللحمة البتلو عشان نلحق طبعا الفتة هتاخد لها مثلا مسافة كويسة ايه يعني وقت كويس انها تستوي معانا تستلي عشان نعمل الفتة على الطريقة اللبنانية بصوص الزبادي. اول حاجة هاخد انا ريش البتلو دي جنب مني كده اهو، وابدا ان انا اتبلها. هتبلها ازاي ريش البتلو زي ما انتم شايفينها، هجيب معلقة معايا كده اهو، ادي طبعا الفتة حطينا اللحمة على النار عشان نلحق نسويها لان مش هجيب اللحمة مسلوقة، لا انا قلت اجيب كل اللحوم امامكم وكده ونشوفها على الطبيعة. اخد شوية جنزبيل كده اهو، واخد شوية فلفل برضو كده اهو، ادي شوية فلفل برضو بسيط كده اهو، واخد معلقة مستردة بالشكل ده اهو بالشكل ده كده اهو، واخد شوية ثوم، ادي شوية ثوم اهمت، خدت شوية التوم، واخد الصويا صوص دارك او لايت مفيش مشكلة، احط كمية قليلة اهو بالشكل ده واتبل، واخد شوية ملح هنا احطهم على حاجة عزة. السلام عليكم ست الكل. حاجة عزة ازيك يا شيخ نبيل، اخبار حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه ست الكل، كل القناه وكل شعب مصر والسيد الرئيس ورئيس الوزراء وكلهم كل ما شاء الله عليكي ما شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. اذكري طيب سؤالك بقى حاج عزة، وان شاء الله تحج كده، كان امبارح واقف في عرفات ما شاء الله دعيت ربنا. حاج عزة ايوه ايوه قولي لي بقى انا عاوزه ولو سمحت يعني حاجه يعني نعمل اللحمة دي الفخدة بس مش غير السليق، من غير السليق فخدة. عايزة عندك فخدة عايزة تعمليها من عيني دي قبل عيني دي؟ عملنا فخدة وعملنا مسلوق وعملنا مشوي، فعاوزين حاجة جديدة بقى. انت عايزها رستو، نعمل اي حاجة بس تكون جديدة. ماشي، ما هنا بقى في حاجات الفن كله. النهاردة هنعمل الكبدة المشوية على الطريقة المغربية بالصويا صوص. ايوه وهنعمل الريش البتلو برضه. كنت شكرا البتلو. ماشي وهجاوبك على الفخدة ست الكل ان شاء الله. شكرا لحضرتك وشكرا لاتصالك. انا تبلت التتبيلة من تاني، اقول ايه، انا حطيت جنزبيل، حطيت ملح، حطيت ثوم، حطيت عصير بصل، حطيت مستردة، حطيت صويا صوص، كفاية قوي. ممكن نحط معلقة عصير ابيض، ممكن هتدي طعم خطير في قلب المشويات اهو. واخد كده التتبيلة الحلوة دي اهي، اتبل كده ريش البتلو دي جميلة، وريش البتلو دي دي ريش البتلو اهي بالشكل ده، وانا تبلتها وهو سيب التتبيله دي عشان التتبيله دي لازم نسيبها لمده ساعتين. التتبيله لازم نسيبها نعمل استرتش كده على الطبق
اللحمه بتاعتنا كوتنت البتيلو اللي هو ريس البتيلو بنقول عليها ريس بتيلو باللغه العربيه. طبعا بتيلو سوب باللغه الانجليزيه وكوتلت باللغه الفرنسيه اهو بالشكل ده اهو كده. اقلبها يمين وشمال عشان طبعا لما اشويها لازم اشوي الريش دي تتشوي شويه حلوه. وطبعا زي ما اتفقنا وقلنا ال 100 جرام من الريش البتيلو بيدي 188 سعر حراري المشويه اللي واخده تتبيله بسيطه بالشكل اللي انتم شايفينه امامكم. اهي دي التتبيله اهي، وقلنا التتبيله دي هنسيبها ساعتين عشان طبعا تتجانس في التتبيله ويطلع طعمها حلو وجميل من شعبيات ومطبخ الشيف نبيل عبد الله على قناه النيل. اهو كده انا احط همس الزيت بسيطه كده اهو بالشكل ده، واخد الكوتليت ده البتيلو ريش البتيلو وابدا اشويها بقى اهو اهو. ام جوزيف السلام عليكم. عليكم السلام يا شيف نبيل، اخبارك ايه يا ام جوزيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه وحضرتك طيب يا شيف نبيل. ايه رايك في مهرجان اللحوم؟ تسلم ايديك زي الفل والله، ربنا يخليك. اشكرك اشكرك. انا عايزك تعملي الفته بقى دي اللي هنعملها بقى اللبناني دي. انا اكيد هنعملها يا شيف نبيل والله. اشكرك اشكرك. كل سنه وحضرتك طيب، وبنبعت سلامنا لكل سنه وانت طيبه يا ست الكل، وبنقول لمدام الهام كل سنه وهي طيبه وعيد ميلادها سعيد ان شاء الله. اشكرك اشكرك يا ام جديد. سؤال بقى حلو كده. بص معايا بنت ابني هتقول لك على حاجه هتعملها لها الله يخليك. عينيا عينيا اسمعها من فضلك. اسمعني. ايه ده ايه ده ايه الصوت الحلو الجميل ده؟ بتقول لك ام علي يا شيخ نبيل. ام علي الحلقه الجايه هعمل ام علي خلاص. الحلقه الجايه انتظروا مني ام علي بطريقه شيخ نبيل عبد الله. ام علي من الشعبيات يا ام جوزيف. ماشي. وكل سنه وانت طيبه يا ام جوزيف. وكل سنه وانت طيب برضه بمناسبه عيد ميلادك برضه. اشكرك اشكرك بحييك يا ام جوزيف. ايه ده عرفتوا منين وازاي؟ انا كان بالامس عيد ميلادي على فكره. اشكرك يا ست الكل، اشكر المشاهده الكريمه. وطبعا مع الكوتليت اللي بتلو او شايفينه عامل ازاي، الله عليه الله حلو حلو جميل. اجيب طبعا منديل كده اهو وهذب مكاني عشان واسيبه لحد ما يستوي ويبقى زي الفل. الصويا صوص عامله شغل عالي قوي وهي بتشوي، ريحتها طالعه يعني ماليه الاستديو وما شاء الله حاجه جميله قوي قوي. انا طبعا وانا واقف كده هو اخد شويه الكفته دول واتبلهم تتبيله حلوه، اخد لهم قطعه بصل كده اهو صغيره عشان اوريكم التتبيله بتاعتها شكلها ايه. وهيعملها لي طبعا المستعد بتاعي يعملها بطريقته، هيكورها كده حلو كده. ادي شويه بصل وادي همسه جنزبيل كده خفيفه، وادي شوية فلفل برضه بسيط كده فلفل اسود، وادي همسة شطة كده اهو، وادي شوية كمون برضه بسيط كده اهو. يبقى انا خدت كل التوابل كده اهو معايا. مدام سهام السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف نبيل؟ اخبارك ست الكل عاملة ايه؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة ست الكل. عشان عيد ميلادك. ما شاء الله مشاهدين الجمال ما شاء الله. وكل سنه وانت طيب عشان العيد برضه. اشكرك والله كل المشاهدين كل سنه وهم طيبين، وكل المصريين في جميع انحاء مصر والعالم العربي والعالم الاوروبي وكل اخواننا المسلمين بعيد الاضحى المبارك. يا مدام سهام وان شاء الله تحجي. يا رب يحفظك. سؤال بقى حلو جميل. سؤال بقى، انا عايزاك الريش البتيلو دي تعيدها تاني. اللي هي الريش البتيلو عينيا. حاضر ماشي عينيا هعيدها لك بس كده. وقرع العسل تدخلوا لي في اكلات. قرع العسل ندخله في الاكلات. عينيا حاضر. قولي قولي انا عايز اسئله. وحاجه تاني وبعدين انا بتصل بيك على التليفون بتاعك القديم، التليفون اللي معايا ما بتردش. من تاني؟ ما بتردش. ايه ده التليفون؟ بتاع مين؟ التليفون بتاعك الموبايل. لا ازاي انا ما اقدرش ارد على كل المشاهدين حبايبي المشاهدين. لا الشبكه بتكون يعني ها بعافيه شويه معلش. طب قول لهم في الكنترول يدوني النمره. حاضر عينيا. يا سلام بس كده. الاستاذ ممدوح والاستاذه مروه وجيه موجوده. استاذ ممدوح حلوان والاستاذ مروه وجيه. ميرسي يا شيف نبيل وكل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيبه ست كل ما تقفليش الا لما تاخدي تليفوني ماشي. شكرا يا حاجه سهام، شكرا لحضرتك. ايه اللي كتبتها؟
طيب الأسئلة اللي هو الفخدة الضاني. كان في المشاهدة مدام عادة سألت عن الفخدة الضاني. الفخدة الضاني احنا بنجيب فخدة ضاني وبتكون طبعا ببعضها وكلام ده كله، بنعمل عملية بنص السكينة بنعمل لها حزوز وندخل فصوص التوم جواها، وبعد ما ندخل فصوص التوم جواها بنجيب لها تتبيلة زي التتبيلة اللي عملتها دي، اللي هي الصويا صوص مع التوم مع مستردة مع طير بصل مع جنزبيل مع الملح مع الفلفل مع الحاجات اللي انا حطيتها دي مع شوية زيت مع عصير ليمونية، بتدي مزازة وطعم حلو وجميل من شعبيات الشيف نبيل اهو، وعصير ليمون كمان عشان ما ننساش اهو حلو قوي. وهنتبل فخدة تتبيلة حلوة، لو حبينا نحط لها فخدة اورينتال هتبقى زبادي مع مستردة مع كركم مع معلقتين صلصة مع زيت مع ملح مع فلفل. ده لو انما التتبيلة دي تتبيلة ميكس شعبية مع يعني الاثنين يعني اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين اهو، هي التتبيله دي الحلوه اللي انا عاملها، واخد شويه على الكفته كده اهو بالشكل ده اهو تمام. حطيت انا الحاجات دي، هقلب انا الكوتليت ده واشوف عمل ايه اهو ما شاء الله اهو جميل قوي قوي اهو بالشكل ده بيستوي معايا اهو زي الفل اهو. وهبدا ان انا احطه في طبق واحطه في داخل الفرن اهو، واشيل بقى شوية الخضار المشويين دول واجيب الطبق ده احط على نفس الصوص وادخلهم فرن شوية عشان ياخدوا شوية جريتين وافصل الشواية عشان نعمل محافظة على الكهرباء اهو كده اهو بالشكل ده اهو. هبدأ ان انا احط دول في داخل الفرن كده اهو دقايق وهيطلعوا، دقايق بسيطة او قوي وهيطلعوا. بعد ما عملنا فخدة الضاني بنص السكينة بفصوص التوم، تبلناه تتبيلة اللي انا عاملها طبعا للريش بتلو بالشكل ده، اللي هي طبعا من تاني نقول عصير البصل مع التوم مع المستردة مع الصويا صوص لايت او دارك الاثنين واحد، ناخد معلقة ومعلقتين منه مع شوية زيت مع عصير ليمونية مع ملح مع فلفل مع جنزبيل، ونتبلها التتبيلة الحلوة. وبعد كده نشوحها على النار ونجيب كسرولة كبيرة صينية كبيرة كده ستوار كبير، ونحط فيه شوية خضروات جزر مع بصل مع طماطم، ونحطها ونحط رطل مية ونغلفها وندخلها فرن. هتاخد ساعتين ونص، لان الفخدة لو كبيرة ساعتين ونص، لو فخدة صغيرة فخدة ماعز او كده ممكن تاخد ساعتين الا ربع. كده بتطلع الفخدة زي الفل اهو. استاذ محمد السلام عليكم. استاذ محمد حاول تتصل بينا مرة تانية يا استاذ محمد، حاول تتصل بينا مرة تانية. بعد كده هعمل الكوبتة الشيش. الكوبتة الشيش هدي طبعا خد عبد الرحمن ده صبعها لي، هتصبع لي دي اهو اتفضل هتقف هنا، هتصبع لي الكوبتة الشيش وانا اعمل دول استاذ محمد. تمام استاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخبارك يا استاذ محمد عامل ايه؟ الحمد لله كل سنة طيب يا كل سنة وحضرتك طيب الله يخليك وعيد سعيد يا رب. اشكرك من كل قلبي والله، عمال 100 سنة يا رب. اشكرك من كل قلبي والله، ربنا يخليك يا شيف. ايه رايك في اللحوم النهاردة؟ تمام الحمد لله اشكرك ربنا يبارك لك يا شيف الله يبارك لك. الكفتة انا تبلتها تتبيله طبعا اديت شويه صوص واديت ملح وفلفل وبصل مفروم وجنزبيل طبعا وخلطتها وبصبعها. سؤال بقى يا استاذ محمد. لا ده انا بس بسلم عليك واقول لك كل سنه وانت طيب. اشكرك من كل قلبي والله. اشكرك سعاده يا رب. اشكرك من كل قلبي يا استاذ محمد، ربنا يخليك. شكرا على ذوقك وعلى اتصالك الحلو والجميل. شكرا للمشاهد الاستاذ محمد وشكرا على اتصاله. ببدا ان انا احط كده قطعه الفلفل مع البصل كده اهو، واحط كسروله هنا على النار عشان تستوي معايا، وابدا برضو احطها في قلب الثلاجه اهو. احط دي كده على النار بالشكل ده واجيب لها منديله انشفها واولع النار عليها عشان ابدا ان انا اسوي الكفته الشيش اللي انتم شايفينها امامكم اهو كده اهو. هبدا اولع النار العاليه دي كده عشان تستوي معايا بسرعه، واحط زيت خفيف كده اهو بالشكل ده اهو. وطبعا الكفته واخده ملح واخده فلفل واخده، حطيت لها حتى شويه صويا صوص عشان تطلع حلوه كده بالشكل اللي انتم شايفينه امامكم. وهو بتشيش اهي معايا اهو، المساعد بتاعي بيعملها لها اهو بالشكل ده اهي شايفينها اهي
ممكن نكمل الجمع اهي بالشكل ده. يعني احنا خلطناها مع البصل مع الجندريل مع الملح مع الفلفل طبعا مع شوية صويا صوص عشان تدي طعم حلو. ايه بالشكل اللي انت شايفينه امامكم ده اهو. باخد انا قطع البصل كده اهو واخد الكفتة واشكها في الاسياخ الخشبية دي عشان تبقى كفتة شيش. مدام إلهام السلام عليكم ست الكل. عليكم السلام. عاملة ايه اخبارك؟ ازيك يا شيف نبيل ازاي حضرتك؟ عاملة ايه ست الكل؟ الله يبارك فيك. يعني عملت ايه في عيد الاضحى؟ عملنا كل خير اللي انتوا بتعملوه لنا والله. تمام تمام طبعا يا شيف نبيل طبعا هتتصدموا طبعا يا شيف نبيل وربنا يخليكوا لنا ويديمكم نعمه علينا يا شيف نبيل. اشكرك اشكرك وكل سنه وحضرتك طيب طبعا بمناسبه عيد ميلادك عشان انت كنت امبارح وعامل النهارده انا كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه مدام الايام. انا كنت فعلا 3 اكتوبر انت 3/10 انا بحب شهر اكتوبر على فكره بحبه حب جامد قوي عشان طبعا نصر اكتوبر والعيد 41. الله يخليك يا شيف نبيل وربنا يديك طول العمر كده ويبارك في صحتك يا رب كده ويبارك في اولادك وكل سنه وحضرتك طيب وجميع المشاهدين ومعايا حبايبي كلهم حلوين وطيبين وجميع القائمين على البرنامج. وببعت تهنئه بس للاستاذ ممدوح الوان وبقول له كل مليون موجود معانا النهارده ست الكل. اتكلمنا عليه كتير وربنا يبارك لنا فيه على البرنامج الجميل بتاع حضرته اللي خلانا عرفنا الشيفات المحترمه اللي زي حضرتك. اشكرك وعم سعيد عليك وعلينا يا رب. اشكرك اشكرك اشكرك. السؤال بقى مدام الام. طيب ماشي شكرا للمشاهده وشكرا على سؤالها وكلامها الحلو الجميل من مطبخ شعبيات الشيف نبيل اهو. بالشكل ده انا عملت الشيش بتاعي اهو. اخد دول كمان ممكن نعمله بفلفل الوان ممكن نعمله بفلفل بالشكل اللي انتم شايفينه امامكم ده. مفيش اي حاجه كلها حاجات بسيطه وسهله جدا. ممكن نعمله كده اهو برضو اتنين بدل تبقى واحده تبقى اتنين مش مشكله اه بالشكل اللي انتم شايفينه اهو كده. واخد دي كمان كده اهو وكده. وابدا ان انا زيت سخن اهو ما شاء الله تمام جميل قوي قوي. واخد هنا عليه كمان عصير ليمونيه اهو كده مع التتبيله الحلوه دي اهو كده اهو عشان بعمله اهو. وابدا ان انا اهو ابدا ان انا احطه في القطريله عشان طبعا شويه شويه عليها مره لازم طبعا ايه ان انا تتنضف وكده عشان نشوي عليها المره الثانيه اهو بالشكل ده. هاخد انا بقى ايه بعد ده هنا بقى يعني مربط الفرس في كفته شيش. هنحط معاها حاجه حلوه قوي. هنحط معاها تفاح مشوي. هنحط معاها تفاح مشوي مع الكفته واحنا بنقدمها. وطبعا الكوتليت في البتيلو استوى ما شاء الله. هطلعه من داخل الفرن. هبدا اطلعه من داخل الفرن اهو. ده استوى اهو زي الفل اهو شايفين عامل ازاي. الله 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 اهو. وابدا اخد الطبق اهو بالشكل ده رز مع الخضروات السوتيه. خلينا ناكل اكل شعبي 7 نجوم مش 5 نجوم. اكل شعبي نتفق مع بعضنا 7 نجوم اهو. مدام نفيس السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ نبيل؟ اخبار حضرتك ست الكل كل سنه عامله ايه؟ طيب شايف الكفته الشيش دي ايه رايك فيها؟ كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الاضحى وبمناسبه انتصار اكتوبر. طبعا ما شاء الله ما شاء الله العيد النص اكتوبر المجيد العيد ال 41 يوم 6 اكتوبر بعد بكره ان شاء الله. والشيف والاستاذ ممدوح علوان والكاست كله بقى على حسك. اشكرك اشكرك من كل قلبي كلهم بيهدوك التحيه والسلام. والله اشكرك الست الكل والله والله الحاجه الحلوه اللي قدامي اللي انا شايفاها. اشكرك. سؤال بقى ممكن بقى والحاجه بتقول لك كل سنه وانت طيب وكل سنه وانت طيب لعيد ميلادك. اشكرك والله اشكرك مليون مره والله والله اشكرك من كل قلبي واشكر الست الكل واسمع صوتها اسمع صوتها. حاولت تتصل بينا كان ظهر الخط اتقطع اهو. بحط بقى شويه صوص دول هم دول مربط الفرس في قلب المشويات الحلوه الجميله دي الشعبيات الشيف نبيل اهو. هي دي شويه الصوص دول هم كل حاجه في قلب الطبق اهو. ببدا ان انا اشوح دول كده اهو واقلبهم كده اهو كده بالشكل ده اهو عشان يستووا معايا اهو. ممكن بعد كده اخد شويه دول واحطهم. انا عايز الطبق يجي على الكاميرا اهو. هجيب طبق واحط في قلبيه المشويات دي عشان
اهو كده اهو اهو، واحط هنا كمان باقي الحاجه دي عشان اهو همس الزيت كده كمان خفيفه، واحط باقي الكفته هنا اهو. وهشوا معايا ايه؟ هشوا معايا تفاح، هوريكم التفاح هيتشوي ازاي معايا اهو. هبدا ان انا احط الكفته دي، انا عايز الكاميرا تيجي على الريشب بتلو، الريشب بتلو اهي ما شاء الله جايه في الجون بتتكلم يا استاذ ممدوح اهو ما شاء الله اهي. عايز ذواقه فعلا، عايز ذواقه. المشاهدين احلى احلى ذواقين بصراحه، مشاهدين الكرام احلى ذواقين اهو كده اهو كده. الكفته اللي طبعا الكفته الشيش اتعملت اهي، وهبدا ان انا احطها في داخل الفرن، وهبدا ان انا اقدمها مع بطاطس ومع ومع ايه؟ مع تفاح اهو. شويه الزيت دول اللي انا حمرت فيهم، احمر اهي الكفته اهي زي ما انتم شايفين اهي الكفته اهي. هبدا ادخلها الفرن لمده 7 دقايق مش اكتر، 7 دقايق اهو بالشكل ده. ادخلها الفرن اهو معايا اهو، دخلتها الفرن كله على المكشوف، مفيش حاجه متغطيه ولا حاجه مستويه، وبنقدمها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه. هبدا ان انا اجيب التفاح معايا، ادي البطاطس اهو وادي التفاح اهو، تعالى شيل الطبقه، ادي التفاح اهو وادي البطاطس اهو. هجيب طبعا المغرز ده بتاع التفاح اللي هم اهو بالشكل ده اهو كده، وابدا انزل فيها بيها كده اهو بالشكل ده لحد الاخر. اهي طلعت اهي، اهي طلعت اهي معايا اهي بالشكل ده، اهي اتجوفت اهي، اهي بقت عامله كده اهو، شايفين عامله ازاي؟ اهي اهي كده اهو اهو باينه كده اهي. هجيب التانية زيها برضو اهو، هجيب التانية زيها اهو بالشكل ده اهو، بطلعها واجيب التانية، انزل هنا اهو كده، بنزل كده اهو وامشي كده اهو لحد ما اجي عشان اشيل البذر بتاعها كله اهو. شلت انا البذر بتاعها اهو كده اهو، شلت البذر بتاعها اهو كده، وابدا ان انا هبدا اعمل ايه بعد كده اهو. هقطعها، هبدا اقطعها، هقطع الواحده كده بالشكل ده اهو، بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو، واحطها هنا اهو. ليه انا بحطها هنا اهو؟ عشان اوريكم حاجه مهمه قوي في التفاح اللي احنا هنشويه. انا عايز تكون يعني سخنه سخنه، الطاسه سخنه نار اهو. هعمل انا حاجه حلوه، ايه هي اللي اعملها؟ هجيب ليمونايه بالشكل ده اهو، انا عايز ليمونايه طريه شويه عشان اهو، وابدا الليمونايه اجيب عصاره الليمون، هجيب عصاره الليمون عشان انزل بيها على الليمونايه بالشكل ده كده اهو، عشان هي دي الحاجه المهمه اهو كده. وانزل كده على التفاح، ليه بقى؟ عشان ما يسودش لونه ويفضل بلونه الجميل اهو كده اهو بالشكل ده اهو كده بلونه الجميل. حطيت انا العصير كده اهو، وانا مش مهم اهو بالشكل ده، وابدا ان انا اشوحهم هنا اهو كده اهو اهو، بشوحهم كده اهو. هو ده التفاح اللي هينزل اهو، لازم انا اشوحهم هنا كده، لانه هو ده التفاح اللي هينزل مع الكفته. هنعمل الطبق ازاي اهو، هوريكم الطبق عامل ازاي. عندك طبق اهو بالشكل ده، هبدا ان انا اجيب دي البطاطايه دي مسلوقه، هبدا ان انا اعمل لها قاعده كده اهو، عملت لها القاعده دي كده اهو هنا كده اهو بالشكل اللي انتم شايفينه امامكم. واهو وادي التفاح اهو، اهو التفاح كده استوى وزي الفل. هبدا ان انا اجيب التفاح هنا كده اهو، اهو كده اتشوى معايا، واشيل الكسرلة من هنا اهو، واحط ده برضه ممكن احط اهو، وابدا اجيب الكفته من داخل الفرن، ابص عليها اهي الله الله، لا باقي لها تكه كمان، باقي لها شويه كمان، لان هي دي اللي هتنزل مع التفاح ده اهو بالشكل ده اهو بالشكل ده، التفاح المشوي اهو بالشكل الحلو الجميل ده. واجيب له كمان هنا ايه؟ هجيب له كمان هنا اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو بالشكل ده كده، واجيب له شويه بقدونس مفرومين عليه، شويه بقدونس كده حواليه اهو، بلاش من ده، اخد من هنا شويه بقدونس مفرومين كده اهو، عشان هو ده اللي هينزل مع طبق الكفته اللي احنا هنطلعها من داخل الفرن اهو. طبق الكفته اللي هنطلعها من داخل الفرن اهو بالشكل ده اهو. الكفته هتخش مع البطاطس، الكفته هتخش مع البطاطس اهو، الكفته هتخش مع البطاطس اهو. هبدا ابص هنا ده بتاع الكفته،
هبص برضو على الكفته اهي بدات تستوي اهي معايا، هتاخد برضو تكه شويه وتستوي. هبدا ان انا احط الشوربه قبل ما الكفته تستوي معايا اهو. اول حاجه هنا الشوربه بتاعتي اهو، هنا نقلب دول كده ونشوفهم ايه اللي حصل. طبعا في اللحمه بتاعت الفته اهي بتستوي معايا اهي زي الفل، اهي بتستوي معايا اهي، اهي بتستوي اهي، يعني ما شاء الله بتستوي اهي، شايفين عامله ازاي اهي اهي اهي، بطلعها اهي، هي دي لحمه الفته اهي، بطلعها هنا اهي لحمه الفته، اللحمه بتلو بتستوي معايا بسرعه. اخد لها بقى شويه ملح عشان ده مهم قوي قوي، شويه الملح في قلب الكفته. هجيب شويه زيت هنا مع دي، مع الكاتارولا دي، عشان طبعا ايه اللي هو شوربه القيمه. شوربه القيمه عباره عن ايه اهو، ادي شويه كزبره وادي بطلايه وادي كويرات لحمه وادي شويه رز بسمتي اهو، وطبعا جنزبيل احط لها وفلفل احط لها وكفايه كده مع البصل مع الحاجات دي، وجزرايه صغيره لو في قطعه جزر احط لها برده قطعه جزر اهو، شويه جزر كده اهو، اخدهم افرمهم مع شوربه القيمه مع البصلايه دي اهو كده، اقطعهم ناعمين قوي قوي بالشكل ده اهو. مدام نفيسة السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك ست الكل عامله ايه؟ الله يسلمك. الحاجة عاوزة تهنيك بعيد ميلادك. الله يبارك لها، الله يبارك لها، اشكرها لي والنبي. كتر خير يا حبيبي. انا ست الكل عامله ايه؟ ده انت منور الشاشة كلها. ده اشكرك، اشكرك من كل قلبي والله. والاستاذ العريس العسل ده. اشكرك من كل قلبي والله. انت عامل ايه يا حبيب امي؟ والله بحييكي، والله بحييكي. ربنا يكفي الشر يزيد. كل انت البركه كلها والله. يكفي الشر الوحش كله يا رب، انت واللي زيك جميعا. انت البركه كلها. الله يخليك ويكأنك كده منصورين كلنا بامر الله. يا رب يا رب، وكل سنه وانت طيبه ست الكل. انت طيبه يا رب. وامبارح كان في دعيتي بقى طبعا اكيد. الله يخليك، ده انت منورين الشاشه كلها. بالخير كله. ربنا يخليك، ربنا يكفيك شر اللي يزيد. انا بشكرك، ربنا يبعد عنك روحك انت واللي زيك يا رب. اشكرك من كل قلبي والله. طب سؤال بقى. طيب شكرا للست على حضرتك. ادي الشوربه اهي، شوربه القيمه حطيت لها هنا، هاخد البصلايه كده اهو، وحطيت كويرات اللحمه اهو كده اهو هنا، وطبعا ادي كويرات اللحمه اتحطت، وادي طبعا اهو بالشكل ده اهي، هي دي الكويرات اهي شايفين عامله ازاي، هي دي شوربه القيمه اهي بالشكل ده، وادي كمان ادي الرز بتاعي اهو بيتحط، وادي شويه جنزبيل اهو، ادي شويه جنزبيل اهو، وادي شويه فلفل كمان اسود اهو بالشكل ده، واخر حاجه الكزبره، اخر حاجه الكزبره اهو. شوربه القيمه اهي زي الفل، خدت كويرات اللحمه وخدت البصل وخدت الجزر، وادي اوراق كزبره وشويه عند التقديم. هي دي الشوربه الشهيه بتاعتي. واحط ده كده كمان على النار اهو، شايفينه على النار عامل ازاي اهو، ادي ادي اهو شايفينه عامل ازاي اهو، ادي اللحمه اهي، اللحمه بتلو سهله الهضم وسريعه الطهي، ميزه حلوه قوي قوي في اللحمه بتلو. هنبدا نرفعها من هنا. مدام ماجده السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ست الكل؟ مدام ماجده عامله ايه؟ عامله ايه يا ست الكل؟ كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. ويعود عليك بخير. اشكرك. وعقبال 100 سنه. اشكرك من كل قلبي والله. بعيد عليك يا شيف نبيل، وبعيد على الشيف المساعد بتاعك الحمد لله على سلامته. اشكرك. وعلى كل المشاهدين، هم عائلتنا فعلا والله يا شيف نبيل. اشكرك. هم متواصلين معانا، هم عائلتنا بالحقيقه. طبعا طبعا ما شاء الله. بعيد عليكم ويعود عليكم بخير ان شاء الله. اشكرك يا ست الكل. وبقول للمدام الهام كل سنه وهي طيبه. كل سنه وانت طيبه كمان. ومدام زيف والمدام ميمان ومدام عفاف يعود عليهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. شايفه بقى الكفته الحلوه الجميله دي، شايفاها عامله ازاي؟ ايه رايك فيها؟ يا شيف نبيل. ايه رايك فيها؟ لا حاجه جميله والله يا شيف نبيل. اشكرك اشكرك ست الكل. اشكرك. شيف نبيل سؤالي لحضرتك. سؤال بقى، انا عايز سؤال حلو. تقول لي على الكبده الجملي والنبي يا شيف نبيل. الكبده الجملي. ما بعرفش عليها ودني بيحبها. الكبده الجملي. عينيا. تسلم عينيك. اشكرك من كل قلبي، شكرا لاتصال حضرتك وتابعينا في حاله نرمه. اهو هبدا ان انا اشك دول كده اهو بالشكل ده اهو، بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو، ما شاء الله اهو كده كفته بتتكلم اهي، بتقول اهو كفته زي الفل اهو كده زي الفل اهو. هبدا ان انا اخد شويه بقريز خفيف قوي كده اهو هنا، وانزل بيهم همسه خفيفه قوي كده اهو.
ايه رايكم في الفن البسيط ده؟ فن بسيط مش محتاج تمثيل. المطبخ شعبيات السيف نبيل من المطبخ الثاني جميل مش محتاجه تمثيل. وادي الشوربه اهي ما شاء الله ما شاء الله اهي بتطلع اهي معايا اهي اهي الشوربه طلعت اهي طلعت وبتتكلم بتقول استوت خلاص خدت الملح خدت الفلفل خدت كل التوابل اهي اهو بالشكل ده خدت الجنزبيل يعني ما شاء الله طالعه جميله 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 اهو بالشكل ده. هبدأ ان انا اجيب بولت الشوربه واقدمها اهو هجيب بولت الشوربه واقدمها اهو هسيبها شويه كمان تكه واجيب لها كلوش حلو كده اهو اجيب لها كلوش كده اهو واجيب شويه الزفر الخفيفه كده اهو كده اهو واشيل كل ده اهو من الشوربه اهي اهي كده اهو اهو بالشكل ده عشان شوربه 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 على حق اهو اهي شوربه على حق اهو واجيب ده بقى عشان اغرفها اهو واجيب ده بقى عشان ابدا اغرفها اهو اجيب دول كده اهو واجيب ده بالشكل ده تعالى اقطع لي الكبده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو شرايح رفيعه وابدا ان انا ازق الطبقين دول كده اهو ماشي مش عايز احرك والكاميرا شغاله شغل عالي قوي الاستاذه مروه الله الله عليكي اهو طبعا المصورين الجمال وكل حاجه زي الفل ما شاء الله اهو شايفين الكفته عامله ازاي شايفين شوربه القيمه شوربه القيمه دي في العيد الاضحى الله عليها الله عليها مع في بيوتاتنا المصريه والعربيه طبعا بتتكلم اهي اهي وابدا ان انا انزل بالشوربه كلها كده اهو اهو وادي طبعا شويه الرز اهم اهم حاجه في الشوربه هنا اهو اهو كده اهو واخد بقى هنا واخد هنا بقى شويه كزبره كده اهو وهم حاططهم على وشها اهو بالشكل ده اهو هات شويه اوراق كزبره كده اهو وحاططهم على وشها بالشكل ده حلوه 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 جايه في الجون اهي اهي جايه يعني ما شاء الله زي الفل. بعد كده عندي الفته اللبنانيه هجيب انا ده كده اهو هنا مثلا او هنا وافصل دول بقى كده اهو فصلت دول وابدا اجيب كاسرولة عشان اعمل اللبن اهو الزبادي بتاع الفته يبقى انا عندي عيش الفته موجود وعندي لبن الزبادي هجيبه وادي التوم اهو معايا وحرك دول هنا كده اهو بالشكل ده كده اهو عشان طبعا المصورين الجمال يتمعنوا فيهم واجيب حاجه الفته اهو ادي كده وادي النشا وادي الخبز المحمص اهو وابدا اجيب اكون عشة ميه وابدا ان انا ادوب شويه نشا هنا كده اهو اهو اهم حاجه ادوب النشا ده بالشكل ده كده اهو واجيب طبعا كاسرولة كده اهو بعيد اهو وابدا ان انا اقلب دي بمعلقه صغنطوطه اهو اجيب لها معلقه صغيره ليه؟ عشان تقطع ليه؟ اه ماشي تمام هقطعها طيب كده ادي الرز بتاعي اهو ادي الرز بتاعي اهو كمان بتاع الفته احطه هنا عشان يسخن وابدا ان انا اجيب معلقه عشان اقلب بيها النشا اهو النشا ده هقلبه مع الزبادي النشا هقلبه مع الزبادي ده مهم قوي قوي ومهم ان احنا نعمل طشة التوم بالكزبرة قشة التوم طشة التوم باوراق الكزبرة عايز شوية كزبرة مفرومين طشة التوم باوراق الكزبرة اهو واخد هنا كده اهو خدت انا شوية النشا بتوعي كفاية كده اهو واخد هنا المضرب اهو واقلب الزبادي ده اهو بقلبه كده اهو اهو لازم اقلب الزبادي وهو كله بارد في بارد اهو بالشكل ده اهو اخد سن التوم لا بأس والباقي احطهم طبعا في ايه احمره مع اوراق كزبره اوراق كزبره مفرومه اهو بالشكل ده لازم اقلب التقليبه الحلوه دي لان هو ده صوص الزبادي اللي انا هشتغل بيه اهو صوص الزبادي اللي انا هشتغل بيه وانزل بيه في الكاسرولة هنا كده اهو واحطه على النار واقلبه ما انساش ان انا اقلبه تقليب جامد عشان يتماسك ويتجانس معايا اهو كده اهو واخد له شويه شوربه خفيفه من اللحمه البتلو اهو واقلب بقى اهو واجيب كمان هنا
اهو احط هنا اهو. طبعا في طاسه احطها هنا عشان اعمل طاسه التوم، ولازم اقلب. اقلب ليه؟ لان التقليب ده هو اللي هيتمسك معايا، يربط صوص الزبادي بتاع الفته اللبناني. الفته اللبناني دايما بصوص الزبادي اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو اهو. عشان فين عامله ازاي اهي، يعني لازم اقلبها تقليبه حلوه. واجيب كاسترولا هنا بطاسه التوم بالكزبره اهو، طاسه التوم بالكزبره اهو، ادي التوم اهو. واجيب شويه كزبره اهو، هات شويه كزبره معاك، كزبره مفرومه فرمه حلوه كده، وشويه التوم ينزلوا كده اهو، وهمس الزيت خفيف او سمنه على حسب ما انتوا عايزين اهو. واشيل بقى ده من هنا اتفضل، واقلب التقليبه دي. التقليبه دي هي اللي بتخلي لي الحاجه تشد، الصوص يشد. واهم حاجه مربط فرس هنا في اللبن الزبادي ايه؟ ان معلقه النشا. ممكن نحط شويه لبن، ممكن نحط شويه شوربه، ممكن، مش مشكله. المهم نحافظ على القوام، نخلي قوام الزبادي ده زي الفل اهو. وابدا اقلب التقليبه الحلوه دي اهي، اقلب التقليبه دي كده اهو اهو، بقلب كده اهو تقليبه شقيه جميله قوي قوي اهو. واللحمة بتتوغل في السوى، بتتوغل في السوى. اخد لها شوية ملح، اخد لها شوية ملح اهو، واقلبها تقليبة حلوة كده اهو. اللحمة اهي اهي، شايفين اللحمة اهي اهي، اللحمة استوت اهي ما شاء الله، جميلة اوي اوي اهو اهي. هي دي اللحمة اهي، والرز مستوى اهو، الرز الابيض اهو. هي دي اللحمة اهي، وادي الرز الابيض مستوى اهو امامكم اهو. هي دي اللحمة اهي، شايفين اللحمة استوت ازاي؟ لحمة بتلو بتستوي معايا بسرعة ما شاء الله ما شاء الله. اخد بقى طاسه التوم هنا كده اهو، ادي طاسه التوم اهي، اهم حاجه التوم يكون كتير اهو. وادي صوص الزبادي ما شاء الله، وبيتجانس معايا، بيتوغل في السوا، بيشد معايا. بيشد ليه؟ عشان همسه النشا اللي انا حطيتها اللي بتعمل عمليه تشيك في قلب الصوص اهو، في قلب صوص الزبادي اهو بالشكل ده. ادي بمكاني كده اهو اهو، توم ما شاء الله اهو. اجيب الكزبره انزل بيها كده اهو اهو اهو، يبقى كده الطشه بتاعتي تمام. كده الطشه بتاعتي خلصت اهو، كده الطشه خلصت، والصوص اهو استوى اهو زي الفل اهو اهو. ادي الصوص اهو، كمان احطه على النار سنه كمان، وافصل الكهرباء دي اهو، واشيل كل ده من هنا اهو اهو كده اهو. لازم انا افصل الحاجات دي كلها اهو كده بالشكل الحلو جميل ده كده اهو اهو. هذي بمكاني، لان المكان المترتب حلو قوي قوي من المطبخ التالي جميل مع الشيف نبيل. اشوف القوام، اجيب كلوش واشوف القوام شكله ايه اهو. ادي كلوش اهو بتاع الرز اهو، فين عايز كلوش؟ هجيب انا كلوش اهو، ادي كلوش اهو. اشوف القوام بتاع الزبادي، الله الله اهو اهو، جميل قوي قوي اهو، مش عايز يشد اكتر من كده. هو ده الصوص الزبادي. اخد من دي طشه صغيره، همسه صغيره كده اهو هنا ماشي طيب، والباقي عند التقديم. لما انا هاجي اقدم في الطبق اللحمه والحاجه، هبدا ان انا اجيب البايركس ده اهو كده اهو، واحط فيه ايه بقى اهو. اشيل انا بقى، ارفع ده من هنا، وافصل طبعا الكهرباء دي كده اهو اهو، او اسيب واحده شغاله مش مشكله. اجيب الرز بتاعي، اخد طبقه من الرز، طبقة من الرز المستوي كده اهو، يا طبقات الرز الحلوة الجميلة اهو كده اهو، واطيشها كده اهو. ادي طبقة الرز، واجيب العيش. هيقولوا شيف نبيل بحط الشوربة، لا مش هحط شوربة اهو، وادي العيش كله اهو. ماشي 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 شيف نبيل، حلوة قوي قوي لحد كده. واجيب الطبقة التانية كده اهو من الرز برضو اهو بشكل حلو من ده كده اهو، حطيت طبقة الرز التانية. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده حاجه حلوه قوي قوي هنعملها اهو اهو، بعد كده حاجه حلوه قوي هنعملها. ايه هي؟ ايه هي؟ هنعمل ايه؟ هجيب اللحمه دي اهو، جبت اللحمه هنا اهو. قبل ما احط اللحمه هجيب انا شويه شوربه كده اهو، من سالت ابيها العيش بتاعي، انا عايزه يبقى كرانشي شويه، عايزه يبقى ايه؟ ماسك نفسه شويه، انا مش عايزه يدبل بسرعه، ده مربط الفرس هنا، انا مش عايزه يدبل بسرعه. واجيب اللحمه اما احمرها او اما احطها كده اهو اهو، اجيب واحده كده والثانيه جنبيها كده اهو. ادي الثانيه، ايه اللحمه اللي بتلو بعظم ده جميل قوي قوي، ده اللي بيستوي معايا بسرعه ما شاء الله ما شاء الله اهو كده. عملت انا كده الشكل الحلو الجميل ده كده اهو،
اه وحطيت الشوربه بتاعتي واشيل بقى الاناء ده من هنا اهو. شلت انا الحاجات دي كلها اهو. اجيب بقى الصوص بتاعي الصوص الزبادي اهو وانزل بيه كده اهو اهو. بنزل بصوص زبادي كده اهو. لو عندي بقى لوز وعندي بقى بندق وعندي الحاجات دي، بس الحاجات دي مش يعني غاليه شويه، مش مشكله احنا اختياري اهو كده. هي بس بحط لها طبعا سنيبر والحاجات دي كلها، واجيب انا الطشه بتاعتي وانزل بيها. مدام عافيه، السلام عليكم ست الكل. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيبه يا ست الكل. ربنا يخليك ويديك الصحه وما يحرمش منك. اشكرك اشكرك من كل قلبي. كل سنه وشعب المصري. انا بحب شهر اكتوبر لانه في عيد ميلادي، والسنه دي كان فيه ما شاء الله امبارح. عشان اقول لك كل سنه وانت طيب، عيد ميلادك وبالعيد. كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. وبرده بنقول لمدام الهام عيد ميلادها النهارده برده. ما شاء الله كل سنه وهي طيبه مدام الهام. كل سنه وانتم طيبين والاستوديو كله طيب وشعب مصر كله طيب. اشكرك اشكرك من كل قلبي. طيب. السؤال بقى يا ست الكل. عايز انا بس بتصل عشان اعيد عليك. ايه؟ انا بتصل اعيد عليك بس شيخ نبيل. اشكرك من كل قلبي والله. اشكرك من كل قلبي. اشكرك من كل قلبي والله. شكرا ليك يا ست الكل وشكرا لاتصالك الحلو الجميل. هبدا ان انا اعمل له ورده، لا باس مفيش مشكله. معايا؟ اهو هبدا اعمل له ورده كده او اي حاجه مثل كده، حاجه حلوه كده يعني تخش مع الفته تدي لها رونق وجمال عند التقديم. هي دي شعبيات الشيف نبيل. شعبيات الشيف نبيل لازم تاخد 7 ستار، مش 5 نجوم بقى فنادي الخمس نجوم وكده، لا لازم تاخد 7 ستار. اهو كده بلف الورده كده اخش هي دي واحطها هنا اهو. اجيب لها ايه تاني؟ اجيب لها ليمون اهو. اخد الليمونيه دي اقطعها وانزل بيها هنا كده اهو. واجيب بقى سوستيره بقى احط فيها شويه الزبادي الباقيين، عشان اللي عايز يزود زبادي ممكن يزود اهو. اجيب شويه الزبادي كده اهو واحطهم في قلبي دي اهو اهو. واجيب لها طبق صغير تحت منها، طبق صغنطوط كده تحت منها يليق بمقام البولة دي اهو. يبقى ده اللبن الزبادي اللي عايز يزود اهو بالشكل ده اهو. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عند معانا زيزي 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 ماشي. أنا آسف زيزي. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ السلام عليكم. كل سنة حضرتك طيب. أخبار حضرتك؟ الحمد لله كويسة. أخبارك ست الكل؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ أستاذة زيزي والله الأكل إيه؟ بتاعك جميل جدا، الواحد عايز يمد إيده ياكل. أشكرك أشكرك، اتفضلي. ربنا نلف الحاجة دي كلها ونوديها لحد البيت. ربنا يخليك، ده احنا نجيلك لحد عندك. أشكرك أشكرك والله. ربنا يخليك يا سيدي، كل سنة وحضرتك طيب. كلامك الحلو جميل كده، منورنا في التلفزيون. ده بيكم والله، ده بالمشاهدين. ربنا يخليك، أنا حبيت بس أعيد عليك وأقول لك بصراحة منورنا. طب سؤال يا فندم؟ ده انا كفايه بس ان انا اشوف حضرتك وترد عليا. اشكرك اشكرك والله، اشكرك من كل قلبي. ربنا يخليك على ذوقك وكل الحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها. اشكرك من كل قلبي والله. رب شكرا شكرا لاتصالك وشكرا لحضرتك وكل سنه وانت طيبه. هاخد انا بقى الكبده واجيب السكينه بتاعتي دي كده هو اقطع منها كده شرايح، احط كاسرولها على النار عشان اشوي لكم كام حته مع الخضار السوتيه اهو. مع الخضار السوتيه ده كده اهو اشوي لكم كام حته كده حلوه بالشكل ده اهو. ادي خضار السوتيه اهو، لازم يتقدم طبعا مع الاكلات اهو بالشكل ده شايفينه. واخد انا الكبده دي واشوف السكينه الترانش بتاعي السكينه، واخد بلانشه فوق البلانشه دي عشان بلانشه اللحوم اللي هي الحمراء. يبقى خليكوا عارفين ان بلانشه اللحوم البلانشه الحمراء. واخد كده اهو اهو اقطع كده اهو اهو، بقطع الحتت كده اهو اهو. دي الكبده الضاني انا جبتها طلعتها من الخروف، وطبعا ايه حطيتها في فريزر عشان لما نيجي نشوحها على النار، وانا هقول لكم التتبيله المغربيه شكلها ايه. طالما اللحمه طازه وزي الفل يبقى التتبيله المغربيه زي الدقه بتاعت سميت وعيش وجبنه في جنينه الحيوانات وفي في الجناين وعلى الكورنيش والحاجات دي، هم بيعملوا الدقه دي ويرشوها على الحاجه بعد ما تستوي اهو. بعد ما تستوي اهو كده اهو بالشكل الحلو الجميل ده كده اهو. قطعت انا كام حته، اخد كمان حته كده اهو. اسيب الكاسرولا على النار براحتها عشان تسخن وتبقى حاجه عالي العال اهو.
اجيب منديل كده وابدا انما يبقى هو احنا ادي التتبيله اهي ادي الشطه ادي الكمون ادي الفلفل ادي الجنزبيل وادي الملح وطبعا هاخد عليهم شويه بقدونس مفرومين في بقدونس مفرومين ينزلوا فوق الكبده اهو وابدا ان انا احطها هنا وكده على النار كده عشان تسخن وممكن احط لها نفس التتبيله بتاعه اللي هو الكوتليت اللي هو الريش بتيلو اهي دي تتبيله ودي تتبيله بس دي بتتحط كده هم بيشوها من غير حاجه اهو حطيت انا الصويا صوص مع الجنزبيل مع البصل مع الثوم مع عصير الليمون مع الملح مع الفلفل اهو وابدا ان انا امسك المستاكه دي كده اهو وابدا ان انا اهم حاجه ان الكاسرولا تكون معايا شديده قوي كده اهو شوف النار عامله ازاي اهي زي الفل وابدا ان انا اسخنها كويس قوي قوي وابدا ان انا اشوي بقى الحاجه بتاعتي اهو كده احط شويه زيت عشان تستوي واقدمها مع طبق جميل زي الفل اهو طبق جميل وزي الفل وهزق بقى مكاني كده اهو شيل بقى كل الحاجات دي من هنا اهو اسيب كده اهو وابدا ان انا اخد وهي زي ما اتفقنا هعمل انا الخلطه دي معاكم الجنزبيل مع الشطه مع الكمون مع الفلفل مع الملح وارش عليها رشه حلوه جريئه اهو اجيب كاسرولة تانية جنبيها اجيب مفيش مشكله اهو اجيب اهو نشوي بقى في طاسه نشوي في اجيب طاسه تانية مفيش مشكله هات الطاسه التانية كده اهو اهو وابدا ان انا اهو اجيب دي هنا كده اهو اشوي برضو الحاجه كده تنزل كده مع الشوي اهو وابدا ان انا لازم انها تشم النار اه وكان في سؤال عن الكبده الجملي الكبده الجملي ميزتها بقى ان احنا ايه نتبلها تتبيله اهو زي ما انا قلت مثلا الصويا صوص مع المسترد مع الثوم مع عصير الليمون مع الملح مع الفلفل ونقطعها شرائح رفيعه وناخدها على النار شمطه اثنين ثلاثه مش هتاخد ثواني وتستوي معانا لان لو فضلت على النار الكبده الجملي هتجلد وهتبقى مش حلوه احنا عايزين ناكل كبده ناكل باشتياق ناكل اكل حلو جميل من المطبخ السهل الجميل مع الشيف نبيل ومع كل المشاهدين اخد كمان الحتتين دول كده اهو 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 كده اهو الكبده اهي بتطلع اهي زي الفل هبدا ان انا اطلعها اهو اتفضل هبدا ان انا اطلعها واحط يعني الكبده اهي خلاص اهي زي الفل اهي زي ما انتم شايفينها اهي اهم حاجه انها اتوه منها كام حته عشان اطلعهم على طول مع طبق التقديم اللي هو الخضار مع الرز اهو بالشكل ده اهو خارج الفيلم مره بتقول لي وقتك خلص ابتدي اختم بقى وادي الطبق بتاعنا خضار مشوي واجيب بالعالي اهو كده اهو وطبعا اهو بالشكل ده كده اهو اهو كده ماشي 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 كده اهو بالشكل ده اقرب لقدام شويه استاذه مروه كده اهو ماشي تمام كده وادي دول الفته اهي وادي الشوربه اهي وده الكبده اهو هجيب انا كام اهو بس ان انا اهو قربت اهي بشد النار اهي بتستوى اهي اهو اهو في لسه دقيقة ولا حاجة يا استاذة خلاص طيب اهو اجيب كام حتة هنا كده اهو ادي حتة وادي كمان حتة تانية اهي وطبعا اه واسيب دول بقى على النار طيب دي كانت حلقتنا النهارده يا رب تكون نالت اعجابكم كل سنه وانتم طيبين مره ثانيه وثالثه وعشره بمناسبه عيد الاضحى المبارك شكرا لكل المشاهدين اللي تابعونا في حلقه النهارده في مصر وخارج مصر وشكرا طبعا تابعونا في مهرجان اللحوم مع شيف نبيل من شعبياته مطبخ تالي جميل شكرا ليكم وشكرا للمصورين